فيما يخيم الحزن على جماهير النادي الأهلي، فإننا نبحث عن طاقة نور، طاقة أمل لجماهير النادي الأهلي في الموسم الجديد، خاصة وأن النادي الأهلي يواجه يعني صعوبات كبيرة جدا 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 في الموسم المقبل مع وجود فيريرا واستقرار نادي الزمالك ووجود صفقات من العيار الثقيل في نادي الزمالك وإسراع نادي الزمالك على إعلان صفقاته، فيما النادي الأهلي لازال يبحث عن أجانب من العيار الثقيل يضيف له في المرحلة المقبلة يساهم في انتصاراته وفي بطولاته، وبالتالي العمل في النادي الأهلي زي ما بنقول كده على قدم وساق. يوميا تنعقد اجتماعات للجنة الكرة مع كابتن محمود الخطيب يتابع كل كبيرة وصغيرة بنفسه، اجتماع يومي للجنة الكرة مع كابتن محمود الخطيب وإدارة التعاقدات في الساعة الواحدة ظهر كل يوم، في اقتراب بقوة، اقتراب بقوة، بلاش نقول اقتراب، نقول أن النادي الأهلي قدم عرضه الرسمي إلى كيروش والأهلي ينتظر رد كيروش. أو أنا عارف أنا بقول إيه، الأهلي عرضه الرسمي لكيروش. أنا قلت لك قبل كده النهاردة إن النادي المصري قال لك كيروش اتفق مع النادي الأهلي، ماشي؟ محدش قال الكلام ده، وقلت لك المعلومة من النادي المصري، والنادي المصري تراجع عن التعاقد مع كيروش. دلوقتي بقول لك بعد المباراة تواصلت مع بعض المسؤولين في النادي الأهلي قالوا لي كل الخيارات مفتوحة. قلت لهم يعني ايه كل الخيارات مفتوحة؟ قالوا قدمنا عرض لكيروش وننتظر رده، وسأل في بعض الأمور الخاصة بالإقامة والمساعدين والصفقات والدعم والحكاية والرواية ومين جاي ومين ماشي، وبيراجع ملفاته لو جه هنا يقدر يعمل ايه مع النادي الأهلي. فايلر تواصل معاه خالد مرتجي شخصيا وسأله في العودة وقال له عنده استعداد انه يجي، هو كان ماشي بس بأزمة وبياع يعني بيتأثر بمراته، فهم قلقانين من الجزئية دي فقط، لكن هم فاتحين مع كروش. زوران ماميتش موجود في الصورة، وحيد خليلوزيتش موجود. الخيار الأول للنادي الأهلي هو كارلس كورت، اتقدم له عرض رسمي والأهلي العرض ده اتقدم له مبارح رسمي ماشي، لكن هو يعني ايه يعني الراجل حابب يجي وحابب النادي الأهلي، لكن عاوز يجي وهو ضامن يعني ايه انه فرصه عالية في انه يحقق بطولات، مش عاوز يجي بيدرس الأهلي وبيدرس المنافس. ركز معاي، بيدرس الأهلي وبيدرس المنافس. جوزيه أستاذنا اعتزل الفكرة تماما، والأهلي كان عاوز يجيبه في أحد المناصب الإدارية الفنية، وهو قال لك خلاص أنا اعتزلت الكورة، أحيا الاستمتاع ببقية عمري ومتابعة كرة القدم ومتابعة العائلة يعني. فجوزيه بقى برة تماما، برة عكس فيريرا اللي قبل كده الزمالك طلبه وبعدين هو قال لك لا أن أنا مش هشتغل وبتاعه كلام من ده، ثم بقى وما كانش معاه فريق عمل مساعدين وبعدين وافق وبعدين رجع وبعدين شكل فريق. فكيروش اتقدم له عرض رسمي، فايلر معاه خطوط معاه مفتوحة، وحيد خيلوزيتش مفتوحة، ماميتش مفتوح ومفتوحة لأي حد. هما الأربع مدربين دول أقوى أربع مدربين موجودين في الصور. موسيماني مفيش أي كلام عن عودته نهائيا نهائيا، وفايلر هما متخوفين يجي ويعمل اي ازمه تاني ويسافر، لانه لما سافر المره اللي فاتت كان الكابتن الخطيب قدم له عرض خيال، قال نبعت طياره خاصه تجيب الاسره ويقعدوا معاك وبتاع وكلام من ده. قال لك انا ما بعرفش اعيش حياتي الاجتماعيه في مصر، يعني ما بيعرفش يمشي في الشارع من كتر المشجعين وحاجات بالشكل ده، له دماغه. فكيروش هو الخيار الاول، العرض اتقدم له والاهلي ينتظر رده خلال الساعات القادمه. المدرب هيكون مع نهايه الشهر موجود هنا في مصر، يعني المتابعة يوميا، يعني ممكن يجي الصبح يقول له خلاص خلص مع ده او خلص مع ده. الكلام بقى اللي قاله كيروش لضياء السيد ده كلام كان في بداية المفاوضات، وقادها زي ما قلت لك محمد عبد الرحمن تيتو، وما زلت بقول لك ان كيروش هو الخيار الاول للنادي الاهلي، وهو المرشح رقم واحد للنادي الاهلي، والمفاوضات معاه بادئه بدري لما الناس شافت الدنيا مظلمة وقبل ما تمشي شركة الكورة.
واختيار المدرب هو مسؤوليه الكابتن محمود الخطيب، والناس بتقول له اراء فنيه تشاوريه لكنها ليست اراء نهائيه، ليست اراء نهائيه. طيب في الاجتماعات اليوميه ايضا اللي بتتم في لجنه الكوره بحضور الكابتن محمود الخطيب، قرر الكابتن محمود الخطيب رفع سقف التعاقدات للصفقات الاجنبيه. قال لك دلوقتي احنا لاول مره بنخسر، بناخد مركز ثالث من سنة 82، احسبها بقى، أول مرة بناخد مركز ثالث من سنة 82، يعني من 40 سنة، 82-83، ويعني وفي 92 خدنا مركز رابع، يعني من 30 سنة، رابع من 30 سنة، وثالث من 40 سنة، فالنادي الأهلي دايماً يا بطل يا تاني في أسوأ الظروف، لكن أنا أخد ثالث يعني لمس أكتاف. فبالتالي قرر الكابتن محمود الخطيب رفع سقف التعاقدات مع عقد الرعاية الخيالي ومع الفلوس اللي موجودة برة، يبقى بس انك تجيب لعيب ثقة للجمهور والجمهور يفرح بيه. ماريشيبوف ده ما يتبكيش عليه، ده راجل جايب جون واحد، راجل جايب جون واحد. وفي ازمة في التعاقدات ان امير توفيق مش عارف يعمل ايه، بدأ متأخر في الطلبات وما كانتش الرؤيه واضحه، هتجيب مين اللي هيدير الشركه ولا النادي، بنطلب سير ذاتيه بتجي لك سير ذاتيه كتير، لكن اللاعب اللي هتخلص معاه في مع ناديه ده موضوع صعب، ازاي هتقنع ناديه، ازاي هتدفع له. في الزمالك كان عندهم ذكاء في حاجه، انه دور على اللاعب اللي خلصان عقده، ابراهيم نضاي، زكريا الوردي، مش عارف ايه اللي خلصان عقده، احمد ايمن منصور اللي خلصان عقده، بجيب لاعب حر ومرتب عليه من بدري وشغال عليه من بدري. في النادي الاهلي ما كانش ده موجود، وده الفرق اللي حاصل وعامل فرحه لجمهور نادي الزمالك وحزن لجمهور النادي الاهلي، لدرجه ان النهارده قطاع كبير من الجماهير اللي بيطالب بعوده هيثم عرابي واللي بيطالب بعوده المهندس عادل القيع. وسالت في المهندس عادل القيع، قلت لهم يعني المهندس عادل القيع انا عارف انه بره الصوره تماما، قالوا لا والله كابتن الخطيب بيستشير. قلت لهم ان المساله ما يجيبش انها تقف عند حد الاستشاره، إن لما انا ابقى عندي حد بهذه الكفاءه وفيريرا ده الدرس ده للناس، طالما الدماغ شغاله والقدره شغاله انا احط اللي تحت ايدي يتعلم. في فرق بين مدير التعاقدات المبدع الشريك في القرار اللي يقدر يرفع السماعه يكلم الخطيب كند نعمل كذا ونعمل كذا يا كابتن، مع كل الاحترام طبعا لكل طرف لكن كده، وفي فرق بين مدير التعاقدات الموظف اللي هو بينفذ، فممكن هو بينفذ لها عقبات مش يعني مش قادر يحلها، لكن عدل القيعي كان كل مركز بعينه كده، كل مركز فيه نقص يبقى يقول لك ايه صاحب نظريه احصوا على توقيع اللاعب بعد كده تفرق وبعدين خلص مع ناديه، فكان يبقى في كل مركز عايزين باك ليفت، عايزين اهم ثلاث لعيب. دلوقتي بقى للاسف لجنه الكوره والخطيب مش لاقيين نماذج بارزه في الدوري المصري يشتروها.